هل تشعر بحزن وخمول وفقدان للطاقة والحيوية؟ وهل تفتقد لشعور الشغف بالأنشطة التي تقوم بها؟ وهل أصبح يومك بطيئاً خالياً من مشاعر السعادة وتقضي وقتاً طويلاً في النوم أو الجلوس في المنزل؟ ربما قد تكون هذه العلامات دليلاً على إصابتك بما يعرف بالاكتئاب الموسمي أو اكتئاب الشتاء. ما هو هذا الاكتئاب؟ لماذا يحدث؟ وكيف نستطيع التخلص منه؟ الاضطراب العاطفي الموسمي هو نوع من أنواع الاكتئاب الذي ينشأ عند تغير الفصول، وغالباً ما يبدأ مع بداية فصل الخريف ويستمر لغاية نهاية فصل الشتاء، مما يستنزف طاقة الشخص ويجعله يعيش حالة تقلب المزاج. من أهم الأعراض المرافقة لهذا الاضطراب الموسمي الشتوي الشعور بالتعب وانخفاض مستوى الإنتاجية، تغير في العادات الغذائية والميل لتناول الأطعمة الدسمة والتي تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة، مما يسبب زيادة في الوزن. من الأعراض أيضاً النوم لساعات أطول من المعتاد، صعوبة التواصل مع الناس من حولنا، والانعزال عن الأنشطة الاجتماعية، الحساسية المفرطة، وعدم تقبل النقد. فما هي أهم العوامل التي تؤدي للإصابة بالاكتئاب الشتوي؟ الطقس الغائم وانخفاض مستوى الضوء يؤدي إلى تغير في الساعة البيولوجية للشخص ونقص في إفراز السيروتونين، والتي هي مادة كيميائية يفرزها الدماغ تؤثر على المزاج، ونقص إفرازها يؤدي إلى الشعور بالإحباط. نقص الفيتامين د من المسببات أيضاً، إذ يساهم هذا الفيتامين بالحفاظ على مستويات السيروتونين في الجسم. من الهرمونات التي يزيد إفرازها خلال فصل الشتاء هرمون الميلاتونين، والذي يؤدي إلى الشعور الدائم بالخمول والنعاس وانخفاض مستوى الطاقة والنشاط. فما الحل لتجاوز هذا الاضطراب والتقليل من آثاره السلبية على صحتنا الجسدية والنفسية؟ من بين العلاجات المستخدمة هو العلاج بالضوء، وذلك من خلال تعريض الشخص لأشعة ساطعة. كما يمكن أيضاً زيادة قوة الإضاءة في المنزل أو العمل، وتجنب الجلوس في الأماكن الخافتة الإضاءة. اكتئاب الشتاء يدفع المريض به إلى تناول أطعمة غير صحية ومليئة بالسعرات الحرارية، لذلك يجب الانتباه إلى هذا الجانب واعتماد نظام غذائي متوازن غني بالخضار والفواكه. من الحلول أيضاً الاستماع إلى الموسيقى الهادئة والسعيدة لتحسين المزاج، ممارسة التمارين الرياضية والمحافظة على النشاط البدني، القيام بأنشطة اجتماعية أو تطوعية والتي تمنحك شعوراً مضاعفاً بالسعادة. وفي النهاية، إذا كانت أعراض الاكتئاب الشتوي قاسية عليك ولم تتحسن، لا تخف من زيارة الطبيب وأخذ مشورته. مع تمنياتي لكم جميعاً بشتاء دافئ وسعيد.